ترى السنة دي ماذا سيقدم ياسر جلال؟ معنا على الهاتف النجم ياسر جلال. مساء الخير يا ياسر. مساء الفل يا مدام نميس، ازاي حضرتك؟ يعني من الفتوة اللي هو كسر الدنيا السنة اللي فاتت، ورحيم قبلها، ويعني مسلسلات كلها كانت ناجحة، الآن خايف متوتر، ايه احساسك؟ وخلاص انت كمان ساعة ونص اول حلقة. طب استني بس، ما تاخدينيش في دوكا بس الاول. قولي لي، هم عملوا ايه في قناه قلنا؟ غيروا التردد ولا عملوا حاجه في ليه؟ الشاشه منوره قوي، انت منوره القناه. خلاص يا ياسر، ربنا يخليك. اولا انا سعيد جدا ان انا بشوفك على القن، بجد مكسب كبير للقناه ولينا كلنا. اشكرك ميرسي بجد، يعني ميرسي يا ياسر. قولي بقى، يعني دول راجل يختلف ازاي عن الفتوة؟ يختلف ازاي عن رحيم او رحيم؟ يعني يختلف ازاي عن كل دول؟ يعني لا، هو مختلف تماما. مختلف، الموضوع مختلف. دراما اجتماعية انسانية فيها الحارة الشعبية الجميلة بوجهها الحقيقي، الرسالة والاخلاق وحسن الجوار، البيوت المصرية اللي عايشة وقايمة على الحب والحنان. أنا بعمل دور ظل راجل، معناه هنا الراجل اللي بيضلل على أهل بيته، اللي بيعامل مراته باحترام، ولاده بحب، هو مصدر الأمان بالنسبة لهم. فمن هنا جه المسمى بتاع مسلسل ظل راجل. بصراحة الاسم ده كان من ترشيح الأستاذ أحمد صالح المخرج. يعني الشخصية هنا مختلفة، أنا بعمل شخصية مدرس ألعاب في مدرسة ثانوي بنات، راجل غلبان في عارة شعبية. مش عايز أحرق جملة ليش الأحداث، لان من اول حلقه احنا عندنا الاحداث سخنه جدا جدا، وان شاء الله المسلسل هيتعرض الليله اول حلقه، يعني كمان ساعتين. كمان بالظبط ساعه ونص على الحياه، على ساعه ونص. بالظبط كده اول حلقه. انت ليك خلطه معينه، يعني انت ليك مكانه معينه لوحدك كده في براكت اسمه ياسر جلال، بيجمع ما بين الاكشن والرومانسي والانسان، ويبقى فجاه عنيف وفجاه بني ادم تاني. هل هنشوف ده في ظل راجل؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا بنقدم رساله قويه جدا 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 في المسلسل ده.